إذا فكرت ببدء البيع على موقع إتسي أو تتردد بالبيع على الموقع، أنصحكم مشاهدة هذا الفيديو للدقيقة الأخيرة لمعرفة 10 معلومات ستشجعك بدء البيع على موقع إتسي. مرحبا، أنا رضا عازم من أكاديمية كامبوست، محاضر ومستشار بمجال التجارة الإلكترونية. لكل من لا يعرف ما هو موقع إتسي، أنصحكم مشاهدة الفيديو المبين هنا، فيه أشرح بالتفصيل عن الموقع ومن ثم مشاهدة هذا الفيديو. المعلومة الأولى هي نوعية الجمهور على موقع إتسي. الأعضاء المشتركة على موقع إتسي أعضاء مهذبة وسهل التعامل معها، ولديها شغف هائل للأعمال الفنية المصممة يدويا. للأسف غالبية المستهلكين في عالمنا العربي لا يقدروا الأعمال الفنية، وبالتالي أصادف الكثير من الفنانين والمصممين المحبطين بسبب عدم تقدير أعمالهم كما يجب وعدم نجاحهم لإنتاج أرباح من أعمالهم. موقع إتسي هي المنصة المثالية لبيع تصاميم وأعمال فنية من شتى المجالات مثل الرسم، التطريز، الزينة وأخرى. المتصفحين بالموقع يقدروا الفن والأعمال المميزة. المعلومة الثانية، إمكانيات الربح عالية. المنتجات المصممة يدويا عادة تباع بأسعار عالية مقارنة بالمنتجات التجارية المصنعة. تصفحوا على موقع إتسي وستلاحظوا المبالغ الباهظة التي تباع المنتجات بالموقع، وهذا طبيعي والمستهلكين يتفهموا ذلك. فلكل المصممين والفنانين الآن لديهم إمكانية لربح مبالغ عالية على أعمالهم الفنية على منصة إتسي. المعلومة الثالثة، متجر خاص بك. موقع إتسي يتيح الإمكانية لإنشاء متجر خاص بك على الموقع وتعريف رابط خاص للمتجر حسب اختيارك. أيضا يمكنك تصميم الموقع كما تشاء، يمكنك تعريف صورة غلاف للمتجر، تقسيم المتجر لعدة فئات منتجات، تعريف منتجات رئيسية لتبرزها في الصفحة الرئيسية، وكتابة وصف عن اختصاص المتجر ونبذة عنك عن صاحب المتجر. هذه إمكانية ممتازة التي توفر على الكثير من المصممين عدم استثمار الكثير من المال ببناء موقع خاص بهم والجهد في تعلم إدارة الموقع. لذلك موقع إتسي تتيح الإمكانية للمصممين التركيز على إنتاج تصاميم جديدة والإبداع في عملهم بدلا من الانشغال بإدارة موقع الذي سيؤخرهم في خلق بيئة فنية خاصة لهم. المعلومة الرابعة، سهولة إدارة المتجر على موقع إتسي. إدارة المتجر على موقع إتسي سهلة جدا. إتسي غير بالفترة الأخيرة مظهر الموقع ليسهل على التجار إدارة متجرهم. إدارة المبيعات، إدارة الرسائل، إدارة صفحات المبيعات المعلنة على الموقع، وتغيير أي معطى مثل مبلغ المنتج أو الوصف أو عنوان المنتج، إعلان صفحات مبيعات جديدة على الموقع، تسويق المنتجات، جميع هذه العوامل المهمة لإدارة المتجر تتم بسهولة وكل شيء واضح. المعلومة الخامسة، برنامج التسويق على موقع إتسي. يوجد على موقع إتسي برنامج تسويق مهني من خلاله يمكننا إنشاء حملات تسويقية داخل الموقع وتصدر صفحات مبيعاتنا في نتائج البحث، مما يعطينا الإمكانية للتغلب على المنافسين. أيضا البرنامج سهل الاستخدام ومبني على تحديد ميزانية يومية للتسويق، والبرنامج بشكل تلقائي سيظهر منتجاتك في أعلى نتائج البحث حسب المصطلحات التي عرفتها في عنوان صفحة المبيعات. المعلومة السادسة هي نطاق واسع من المنتجات. إمكانيات البيع على موقع إتسي هي لا نهائية. كمصممين يمكننا التوسع لعدة فئات منتجات والإبداع في عملنا. كلما أعلننا أكثر منتجات وفي أكثر من فئة، زادت احتمالات البيع على المتجر وبالتالي زادت أرباحنا. تصفح بالموقع لتتعرف على أفكار لمنتجات يمكنك تصميمها بنفسك وربح المال منها. المعلومة السابعة، بدء البيع على الموقع دون أي تكلفة.
موقع إتسي يتيح الإمكانية للتجار الجدد البيع على الموقع دون أي تكلفة لإعلان صفحات المبيعات. تكلفة إعلان صفحات المبيعات على موقع إتسي هي 20 سنت. لقد أرفقت الرابط في وصف الفيديو تحت، من خلاله يمكنك التسجيل بالموقع وإعلان أول 40 صفحة مبيعات دون أي تكلفة مجانا. فهذا أيضا يعتبر محفز لبدء العمل على الموقع. تخيل خلال دقائق سيكون لديك متجر جاهز لتعلن به منتجات دون أي تكلفة، الذي سيدخل إليه الآلاف من المتصفحين يوميا. المعلومة الثامنة، إمكانية تعريف روابط خارجية على الموقع. موقع إتسي موقع متساهل بالتعامل مع التجار، ويتيح الإمكانية للتجار تعريف روابطهم لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أو لمواقعهم الشخصية، أو حتى إضافتهم لقائمة بريدية لنسوق لهم منتجات أخرى بالمستقبل. هذه الإمكانية لا نراها في مواقع أخرى مثل إيباي أو أمازون. إتسي منصة ممتازة لجلب زبائن لحساباتنا الشخصية والتعامل معهم بالمستقبل خارج موقع إتسي. المعلومة التاسعة، أدوات التحليل على موقع إتسي. موقع إتسي يحتوي على أدوات تحليل ممتازة ومجانية تساعدنا لعمل بحث أسواق وعمل دراسة على أداء الحساب. الموقع يرينا من أين حركة المشترين تدخل للمتجر، هل من مواقع التواصل الاجتماعي أم من محرك البحث في موقع إتسي أو من محركات بحث عالمية مثل جوجل أو بينج. أيضا أدوات التحليل لأداء المبيعات على الحساب من ناحية مبالغ وعدد مبيعات. أداة تحليل جديدة أضيفت على الموقع هي أداة تحليل المصطلحات التي جلبت أكثر عدد متصفحين للمتجر. من خلال هذه الأداة يمكننا بناء عناوين أفضل لصفحات مبيعاتنا. فأدوات التحليل ممتازة جدا على موقع إتسي. المعلومة العاشرة هي فترات الأعياد وإنشاء الكوبونات. موقع إتسي ينبه التجار عند اقتراب فترة الأعياد، حتى أنه يقدم عدة نصائح للتعامل مع فترة الأعياد بطريقة صحيحة. أيضا موقع إتسي يتيح الإمكانية لإنشاء حملات إعلانية على المتجر بالكامل أو على صفحة مبيعات معينة، أو إمكانية إنشاء كوبونات شخصية لإرسالها لأشخاص معينين لتسويق المنتجات على المتجر. موقع إتسي موقع ممتاز ويحتوي على الكثير من العوامل التي تحفز التجار الاشتراك بالموقع وربح المال منه. وسؤال لهذا الفيديو، بعد أن تعرفنا على جميع العوامل، ما الذي يمنعك الاشتراك بالموقع وبدء العمل به؟ اكتب لي بالتعليقات إجابتك وسأحاول مساعدتك. أيضا لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو. سأراك في فيديو آخر.